بالنسبه لي ألد حلوه في دوازاتي هي الغريبه ديال السمن او لا الغريبه البهله، هذيك اللي كتكون يعني غير بمقادير بسيطه. غادي نحضروها اليوم بطريقه جديده، غادي تشوفوا معايا. غادي نديروها غير دي بي صغيورين اللي غادي نغلفوا بالشكلاط ابيض، وغادي نوليو ندوزوهم في اللوز مهرمش، كنعطيوها واحد الشكل واحد المنظر اخر، واكيد انه حتى المذاق ديالها كيولي مختلف على الغريبه الكلاسيكيه اللي كنعرفوا. غادي نبداو بالتحضير ديال العجينه الاساسيه ديال الغريبه. انا قلت لكم قبيله انه هي كتجي لذيذه لدرجه انه بالنسبه لي يمكن نتناول هذه الغريبه البهله او الغريبه السمن، ونقدر ما نتناول الشاي الحلوه اللي كتكون محضره باللوز، اكثر ما كتعجبني وما كتجيني بنينه كثير شي الا كنا دايرين فيها السمن. السر ديال هذه الغريبه هو اننا نستعملوا فيها السمن، السمن الملح هو اللي كيعطيها داك النكهه ديالها الخاصه. داكشي علاش كاين اللي كيسميها الغريبه البهله وكاين اللي كيعيط لها الغريبه ديال السمن. انا عندي سمن ممتاز رائع، النكهه ديالو مميزه، ماشي داك الحروره ديال السمن اللي كنعرفو الملح، ولكن غير القياس اللي خاص باش يعطينا داك النسمه اللي خاصها تكون في الغريبه ديال السمن. غادي نبدا نحط المقادير اللي عندي. غادي ندير السكر، وغادي ندير الدقيق، الملحه، كتبغي كذلك شويه الملوحه، ما كتبغيش انها تكون ناقصه ملوحه. الملحه، السكر سنيده، غادي ندير لها الزبده، السمن البطل ديال الحلوه، نخلط مزيان هذا السكر حتى يتمزج مع الزبده، ونولي نزيد عليه الزيت. هنا انا غادي نحضرها بجلجلان. ديت جلجلان دخلته للفران، خليته حتى زال منه داك الرطوبه وشويه خدا واحد التحميصه خفيفه، ماشي نخليوه حتى، لانه الا خليناه تحرق كيعطي المروره في الغريبه، فبالتالي غير كنطفيو الفرن وكنخليو الجنجلان حتى كيبس مزيان وكنطحنوه. كيمكن لينا نديرو الجنجلان كيف ما كيمكن لينا تماما نديرو اللوز، حتى اللوز كيجي فيها رائع. دابا غادي نزيد الزيت، اذا هنايا خلطت الزبده، خلطت السمن، خلطت كذلك الزيت مع السكر والملحه. غادي نولي نضيف الدقيق، الخميره ديال الحلوه، وجنجلان مطحون مع بعضهم حتى كنحصل على عجينه منسجمه، كندلكوها مزيان صافي، وغادي نولي نشكلها. هنايا انا كنخلط والريحه ديال السمن هكذا جايه، فانا قلت لكم ان السر الحقيقي ديال هذه الغريبه هو اننا نديروا فيها داك السمن اللي يكون جيد. الا بغينا نزيدوا نسمو بالقرفه كيمكن لينا نديروا القرفه، بغينا نكتفيو غير بالنكهه ديال السمن كيف ما قلت كنخليوها بحال هكذا. بعد ما جمعت لينا العجينه كنديروها كويرات صغار صافي، وكنكونوا مسخنين الفران على درجه حراره 170-180، كنخليو الكويرات ديال الغريبه حتى كيطيبوا، كنخرجوهم وكنوليو نذوقوهم بالشكلاط الابيض، وكنفندوهم في اللوز. كناخذ اللوز افيلي اولا رقائق اللوز، كنديروهم في واحد لاطا، ندخلهم للفران حتى كياخذوا واحد اللون ذهبي، كنخرجهم وكندقدقهم بزاف باش كيوليو صغيورين، ما كندوزهمش في الخلاط الكهربائي لانه غادي يولي بودره، وانما حنا محتاجين شي حاجه اللي بحال هكذا كتكون كونكاسي فيها شويه ديال التقرميشه صافي، كندوزهم في الشكلاط ابيض، ومن بعد كنوليو كلهم نغلفوهم بداك اللوز مهرس. قبل ما نوداكم نصيحه صغيره، هو انه داك لي بيسكوي قبل ما نلبسوهم بالشكلاط الابيض ضروري نخليهم حتى كيبردوا، وكنمشيو معاهم غير بالخاطر باش ما يتفرتتش لينا، لانه هو يصابلي وبالتالي كيتفرتت، فغير بالعقل وبالخاطر باش يلاه كيتلبسوا مزيان بالشكلاط وما كيتفرتوا شيء. كنقدموهم بالف صحه وعافيه. اخر نصيحه، غير جربوهم راه تيجيو مزيان. سلامه.